السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع تاع القطب الجامعي الجديد في سيدي عبد الله، واللي الآن يعرف آخر فلتوشات يعني في قضية خاصة في زوج نواحي. الناحية الأولى هو إتمام أشغال من تحت التهيئة الخارجية اللي ما كانتش منتهية، وكذلك الجانب الثاني وهو العملية تاع التجهيز نتاع كل الملحقات نتاع القطب الجامعي هذا الجديد، ومنهم مكان فيه هذا أمر جميل جدا أنه فيه مدرسة للذكاء الاصطناعي اللي تعتبر الثورة القادمة، اللي هو لا الثورة الحالية الآن أصبحت يعني مرحلة جديدة في يعني التحكم. وكل وكان كثير من الناس يقولوا منهم رؤساء دول يعني وضعوا كل هذا الثقل نتاع الاقتصاد نتاعهم والقوة نتاعهم في التحكم بالذكاء الاصطناعي. إذا هنيئا لنا وهنيئا للجزائر بالمدرسة الجديدة للذكاء الاصطناعي، واللي تعتبر جزء من داخل القطب الجامعي الجديد في مدينة سيدي عبد الله. نخليكم تتابعوا الفيديو حول الزيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى هذا القطب، والسلام عليكم.